اسمعني شوي، في حرامي. شو انسرق ليلي؟ شوف، ما بهم يلي انسرق، خلينا نخبر الشرطة يجوا بسرعة قبل ما يهرب، وقتها بتكون خسارتنا كبيرة. شو استي ليلي، شو يلي انسرق؟ صدقني ريشاب، انسرق منا أهم وأغلى شي بهالدنيا كلها. انت شو عم تحكي؟ كيف بده ينسرق والحراس معباين المكان وفي كاميرات مراقبة؟ رح أحكي مع المسؤول عنهم وأسأله شو عم يصير. شو اللي انسرق بالضبط؟ ابتسامتك. ابتسامتي؟ أها، ما في داعي إنك تحكي مع حدا لأنه لقيناها. يا شريستي، مو معقول أنت. اشتقنا لضحكتك ريشاب، الحقيقة أنا شفتك، قصدي سمعتك لما كنت عم تحكي مع كاران عن حمل شيرلين، وكنت مبين مزعوج كتير. على فكرة شريستي، أنت بنت كتير مميزة وغريبة وروحك حلوة، بس بصراحة أحياناً بتكوني مجنونة. أنا بعترف أني مجنونة وبفتخر بحالي كمان، وإذا حدا قال عني مجنونة بنبسط من قلبي. أنا كنت حاسس أنه أنت فيكي شي من الجنان، بس اليوم تأكدت. على فكرة إذا حدا بيقول للتاني أنت مجنون هالكلمة رح تزعجه، بس أنت بالعكس هالكلمة بتخليكي تنبسطي. خليكي. إيه ما عم صدق. شو الرابط بين ريشاب وشريستي؟ شي غريب، هي بتضل عم تضحك مع ريشاب ومعي بتخانقني. أنا ما عم بفهم شو عم بيصير. معك حق. شو هاد؟ حطت راسها على كتفه، صايرة كتير عم تتقرب من ريشاب، معي أنا بتضل عم تتعامل برسمية. يا عجل، شي بيضحك. تماما بيضحك. هاي سمير، تعال هون. لا ما بدي، أنا مشغول، بشوفك بعدين. شو صاير معه؟ شكله متضايق. شوفك بعدين. متضايق لأني واقفة مع أخوه؟ مو معقول، شو تافه. ريشاب، بس لسه في عندي سؤال صغير لو سمحت. لحظة بدي بس إلك... على مهلك، أنا لقيت الشيء اللي مضيعه بسبب المحققة شريستي أورورا، وهلأ السؤال الجديد. أنا بصراحة سمعتك لما كنت عم تقول إنه ما بتحب شيرلين وما بتعني لك شيء بالمرة. يعني إذا هي كانت حامل من زلمة غيرك، ليش لحتى تنزعج؟ قصدي إنه أنت ما بتهمك إذا حامل ولا لا. شريستي، أنا ماني زعلان على حالي، زعلان على أهلي مو أكتر. هنن بيحبوني أكتر شي بالدنيا. ليكي، أنتي واحدة من العيلة وما رح خبي عليكي، إذا أهلي وصلوا الخبر وعرفوا إنه خطيبة ابنهم شيرلين حامل، وقتها شو رح ينقهروا. وأكتر واحدة رح تنقهر هي عمتي كارينا، لأنه هي عرفتني على شيرلين، ورح تحس بالذنب ورح تنحط بموقف مانو حلو. أنا متضايق على عمتي، ما بتمنى شوفها هيك زعلانة. بس لحظة، يعني أنت قصدك حتى يلي معهم مصاري بينوجعوا؟ قصدي الناس يلي مثل المدام كارينا. شريستي، هدول يلي بيفكروا إنه الناس يلي معها مصاري وعندهم أملاك ما بتاكلها النيران ما بيتوجعوا، غلطانين. الوجع ما بيرحم حدا، وما عنده كبير وصغير، لأنه المصاري مو كل شي بالدنيا، كل الناس عندها هموم ومشاكل. لما أي ارتباط بينتهي بيحس الشخص بالحزن وبينقهر كمان، بغض النظر عن وضعه المادي. أنا ماني زعلان عليها وما بتهمني، أنا زعلان على أهلي لما يسمعوا الخبر. أكيد رح يصير الوضع عنا بالبيت كتير متوتر. ماما رح تزعل من جوات قلبها، هي كانت بانية آمال كتيرة على هذا الزواج، هي بتحبها لشيرلين كتير، لهيك رح يكون الموضوع صعب عليها ورح تنقهر وتبكي. أنا ما بتمنى أشوفها عم تبكي. هلأ مضطر أني روح لأنه في عندي شغل. بصراحة حابة أعترف لك بشغلة قبل ما تروح، بعد الحكي اللي صار بيناتنا حاسة حالي كتير مرتاحة. شريستي، أنت بنت كتير حبابة وطيوبة، وأنا بتمنى على طول تكوني مرتاحة ومبسوطة. شكراً. ضحكتك حلوة كتير. ريشاب شاب لطيف كتير، حكى معي كلمتين وحسيت براحة بعد ما سمعتهم. يا ريت لو على طول الضحكة تضل على وشك يا ريشاب، عن جد يا ريت، بتمنى. شكراً إليك. أهلين. عفواً، الأنسة بابيتا وين بلاقيها؟ أنتي الدكتورة بريتا أورورا؟ إيه؟ الحقيقة الأنسة بابيتا اتصلت فيني كتير، بس أنا ما انتبهت على تليفوني، ولما شفت المكالمة ما كان في تغطية بالبيت عندي. على فكرة أنا اتصلت فيها وأنا جاي على الطريق وما ردت علي، شكلها مشغولة. بتعرفي وين هالشي؟ بتكون بغرفة العمليات مع الدكتور، رح خبرها، بس أعطيني شوية وقت. ماشي. إيه، بخصوص الصبية يلي اسمها شيرلين. إيه؟ من شوي نقلوها على غرفة خاصة ورقم الغرفة 4. ماشي. لحظة، دقيت لها بس ما حدا رد، رح شوف لك ياها. شكرا، عذبتك. الحقيقة رح تظهر عن قريب، يعني لعبة شيرلين قربت عن النهاية.
جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.